جاءت هذه المبادرة الطيبة من قبل مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع أخصائي الطب الجراحي السنغالي والأطباء التشاديين بتنفيذ عمليات جراحية لبعض المرضى من الشرائح الضعيفة. في 10 أيام داووا أطفال عندهم أمراض، ولا أنا مخ، ولا أنا عمود الفقري، ولا أنا البطن، ولا أنا الرجلين ولا اليدين. الأمراض دول كلهم على الجسم ده داوم ده 86 شخص سووا لهم عمليات. في كلمته الختامية المدير العام بوزارة الصحة العامة ممثلا للوزير قال إن هذه القافلة ساهمت في إطار العمل الإنساني لأجل مساعدة المرضى الضعفاء، وأعقبه في الحديث الأمين العام النائب لمؤسسة القلب الكبير عمر يحيى حسين. شكر الوفد الطبي السنغالي على هذه البادرة الخاصة بالصحة وتدريب كوادر في العملية الجراحية، والجدير بالإشارة إلى أن هذه العمليات جاءت نتيجة للجهود المبذولة من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على أملها الخيري والإنساني لصالح المواطنين الضعفاء بدون استثناء.